كثيرا ما نسمع عن أزمات دول العالم الثالث، وبالتأكيد نعلم ما المقصود بدول العالم الأول، ولكن هل هناك عالم ثان بينهما؟ إذا كانت مصطلحات العالم الأول والثالث تستخدم اليوم لتصنيف تطور البلدان وقوة اقتصادها، فهي بعيدة تماما عن الاستخدام الأصلي للمصطلحات التي تمت صياغتها أثناء الحرب الباردة. ومع ذلك قلما نسمع عن دول العالم الثاني، فما هي؟ وكيف تغيرت معاني العوالم الثلاثة؟ الإجابة باختصار تعود إلى أيام الحرب الباردة وحلف شمال الأطلسي، التحالف العسكري الذي شكلته الولايات المتحدة مع حلفائها الغربيين، بالإضافة إلى حلف وارسو، وهو معاهدة دفاع بين عدة دول شيوعية في أوروبا الشرقية. كل ما سبق أدى إلى تقسيم القوى العالمية الكبرى إلى كتلتين جيوسياسيتين كبيرتين، الشرق مقابل الغرب، الشيوعية مقابل الرأسمالية، الولايات المتحدة مقابل الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1952 صاغ عالم الديموغرافيا الفرنسي ألفريد صوفي مصطلح العالم الثالث للإشارة إلى البلدان غير المنحازة وغير المتورطة مع أي من جانبي انقسام الحرب الباردة. ومع تسمية العالم الثالث ترتب على ذلك أن كتلتي الحرب الباردة يجب أن يتم ترقيمهما أيضا، فأصبحت الدول الديمقراطية الرأسمالية الواقعة ضمن دائرة النفوذ الغربي هي العالم الأول، أما الدول الشيوعية الاشتراكية والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي أو المتحالفة معه أصبحت العالم الثاني. وفي وقت لاحق تمت صياغة مصطلح العالم الرابع للإشارة إلى السكان المحددين عرقيا أو دينيا والأمم التي ليس لها دولة ذات سيادة أو الشعوب الأصلية التي تعيش خارج المجتمع العالمي. لكن العوالم اليوم أصبحت لها معان متغيرة، ففي نهاية الحرب الباردة اتخذ نموذج العوالم الثلاثة سياقا اقتصاديا أكثر من سياقه الجيوسياسي. وبمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 اتخذت مصطلحات العوالم الثلاثة معاني جديدة، فأصبحت دول العالم الأول هي البلدان الصناعية الغربية المتقدمة، وبلدان العالم الثاني دول شيوعية وشيوعية سابقة ليست مزدهرة لكنها لا تعاني من الفقر. أما العالم الثالث فيشمل كل بلد آخر وليس بالضرورة أن يكون فقيرا، وذلك من حيث مؤشر التنمية البشرية الذي يلعب دورا أيضا في تصنيف الدول. فعلى سبيل المثال تاريخيا تعد سلوفينيا بلدا من العالم الثاني، ومع ذلك فهي تعد من دول العالم الأول بموجب التعريف الحديث. وأنتم ما رأيكم؟